بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات المناهج، أحييكم. وسوف نكمل درسنا في الجمل والسيارة ونحل التدريبات. والأهداف التي سوف نحققها في هذا الدرس هي: واحد، الهدف الأول التعرف على المفردات ونوع والتضاد ونوع الكلمة. الهدف الثاني التمييز بين همزتي الوصل والقطع. الهدف الثالث نستخدم ليت. والآن ننتقل إلى التدريبات. نقرأ التدريب: أصل الكلمة بمعناها. أذهلت، هل معناها أسعدت أم أدهشت؟ أحسنت، أذهلت يعني أدهشت، ممتاز. تجاهلوني، كلمة تجاهلوني ما معناها؟ هل معناها أهملوني أم اهتموا بي؟ ممتاز، أحسنت، تجاهلوني أهملوني. نأتي إلى الكلمة الثالثة الإبل. الإبل هل معناها الجمل أم الجمل والناقة؟ ممتاز، أحسنت، الإبل معناها الجمل والناقة. ننتقل إلى التدريب الآخر: أكمل خريطة المفردة الآتية. لدينا كلمة تتجول، هل هي نوعها، هل هي فعل أم اسم؟ لو كانت اسم نضع لها ال، نستطيع أن نضع لها ال، ولكنها إذا كانت فعل لا نستطيع أن نضع لها ال. إذا نوعها ماذا؟ ما نوعها؟ أحسنت، نوعها فعل تتجول. تتجول مرادفها. مرادفها ما معنى تتجول؟ تتنقل أو تتمشى. أحسنتم، ما شاء الله. ضدها يعني عكسها تثبت، ممتاز. تتجول تتنقل معناها، ضدها تثبت، أحسنت. لو وضعنا الكلمة في جملة، من يضعها لي في جملة مفيدة؟ الكلمة في جملة تتجول البنت في الحديقة مع أهلها. ممتاز، أحسنتم، أحسنتم يا أبطال. إذا لاحظنا كلمة تتجول نوعها فعل وضدها تثبت، مرادفها تتنقل، ووضعنا الكلمة في جملة تتجول البنت في الحديقة مع أهلها. ننتقل إلى الهدف الثاني وهو التمييز بين همزتي الوصل والقطع.
التمييز بين همزتي الوصل والقطع بعد أن شرحنا الهدف الأول وهو التعرف على المفردات والتضاد ونوع الكلمة. ننتقل إلى التدريب. افتحوا لي على الصفحة 161. أحسنتم. إذن أستخرج من النص كلمات مبدوءة بالهمزة بمحاكاة النموذج الأول. إذن لدينا همزة القطع وهمزة الوصل. يجب أن نشرح الأول ونفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. همزة القطع تكتب بهذا الشكل: ألف وفوقها همزة، أو ألف وفوقها همزة، أ إي أو، أ إي أو. إذن ألف فوقها همزة وألف تحتها همزة. تنطق في بداية الكلمة وتنطق مع وصل الكلمة، بينما همزة القطع تنطق في بداية الكلمة، همزة الوصل تنطق في بداية الكلمة ولا تنطق مع الوصل. مثال: السيارة، لو نطقنا آ وعندما نصلها نضع أمامها حرف الواو ماذا تصبح؟ والسيارة. إذن لم ننطق الهمزة. إذن نستخرج من النص كلمات، نعود إلى النص ونشاهد نستخرج منها همزة قطع وهمزة الوصل. عندما نستخرج أي كلمة من أي نص نقرأ النص كلمة كلمة ثم نستخرج ما هو مطلوب. خرجت سيارة ذات يوم تتجول في طريق بري فرأت جملا حزينا يقف. إلى إلى إي إلى، ضع أمامها و وإلى. أحسنت. إذا نطقناها في الوصل ونطقناها في بداية الكلمة. جانبي الطريق، الطريق لدينا همزة وصل الطريق. السيارة، أحسنت. أراك، أحسنت. همزة قطع، أحسنت. حزينا، أيها، ضع أمامها واو وأيها. أحسنتم. الجمل، الجمل همزة وصل. وهنالك الكثير، لدينا كلمة أنت، أنت سبب حزني. إذا ننتقل ونكتب الكلمات في التدريب، ولدينا الكثير من الكلمات في المقاطع الأخرى مثل الجمل، أذهلت الناس، إذا أذهلت همزة قطع، الناس، الناس همزة وصل. أحسنت. أشكالك همزة قطع، ألوانك همزة قطع، أحسنت. فأخذت، الفاء هنا زائدة، أخذت هنا همزة قطع. السيارة، أحسنتم، همزة وصل. أرحتك، أرحتك همزة قطع. الأثقال هنا همزة وصل، أحسنتم. السفر همزة وصل. البعيد همزة وصل. الجمل همزة وصل. الصحراء همزة وصل. ممتاز، أحسنتم. نعود إلى التدريب. إذا نضع الكلمات التي اخترناها من النص وتعلمتم كيف تستخرجون الكلمات من النص. إذا أراك، أرحتك، أشكالك، أشكالك، أحسنتم. وهمزة الوصل، السيارة، الناس،
السفر الصحراء. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى الهدف الثالث بعد حققنا إلى الآن هدفين من الأهداف التي عرضناها في بداية الدرس: التعرف على المفردات والتضاد ونوع الكلمة، والتمييز بين همزتي الوصل وهمزة القطع. الآن ننتقل إلى التدريب الآخر الذي نستخدم فيه ليت للتمني. ليت للتمني، من يقرأ لي السؤال؟ أضع مكان ما خط باللون الأحمر كلمة ليت بمحاكاة المثال الأول. ننظر إلى المثال الأول، ننظر إلى المثال الأول. أضع مكان ما خط باللون الأحمر كلمة ليت بمحاكاة المثال الأول. أحسنتم. أتمنى أن أكون أسرع منك. مكان أتمنى أن أكون أضع، أتمنى أن أكون أسرع منك. إذن أتمنى أن أكون أضع مكانها ليتني. إذن هذه الكلمات نضع مكانها ليتني، ليتني أسرع منك. نأتي إلى التدريب. أحلم أن تكون ألواني وأشكالي كثيرة مثلك. أحلم أن تكون، ماذا نضع مكانها؟ أحلم، ماذا نضع مكانها؟ أحلم أن تكون، ماذا نضع مكانها؟ أحسنتم أحسنتم. ليت ألواني وأشكالي كثيرة مثلك. ليت ألواني وأشكالي كثيرة مثلك. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. الآن التدريب الآخر. أحلم أن أصل إلى كل مكان مثلك. أحلم أن، نضع مكانها ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. ليتني أصل إلى كل مكان مثلك، مثلك. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. وإلى دروس آخر أخرى. وكما ترون حققنا الأهداف الثلاثة في هذا الدرس: التعرف على المفردات والتضاد ونوع الكلمة، التمييز بين همزتي الوصل والقطع، نستخدم ليت للتمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.